عطت معلومة مهمة برشا. التوينسة ظهر لي قاعد يستنوا فيها سنين وسنين، عطت عمرها يا سونيا، قالت لي عمرها 56 سنة من عام 64. وكيف كيف زاد أسئلها هيدي زعيم على فريق اللي تخدم مع جديتو، على نعيم الجيني، على زيد مكي وعلى بقية الفريق، وهكا كان رايها في زميلها وصديقها في برنامج جديتو زيد مكي. زيد شنو نخذلك القفة نقطعها تروف تروف ونحرقها؟ أنا قفة قفة اللي مثقل بها روح، نعطي برشا، نعطي شوية صدق من عندي. ناقصه صدق؟ لا حقيقة أي مازال صغير قاعد يتعلم تو تجارب والدنيا. لا الصدق ما عنده حتى علاقة بالعمر بيا. أي هي بالحق عندنا، أما شوف ما نتعلم وين كان ماهوش صادق زيد. زيد مازال صغير، وين يميحي الريحي يميحي معاه هكا هو، وين مصلحته وين هوا وين واحد وين هوا، نفهم ونتفاهمه أما الدنيا تتبدل. تعليقات كانوا هكا بيعبر عنه بعثتك تريحة بالفينة. هما لما حالة ليزوديتور متعرف ماقل أو فيه قالوا لي راني تغشوا عليك يومي، ما كان ما تعطيش زيد يجاوبها. فما اللي قال هذوما يخدموا فرد إيكيب ويضربوا في بعضهم، نرمال ما يكون العقل منك أنت أكبر منه. باي الزردي مش مسايبة حتى حد، اللي يخدموا معاها ما سلموش، واللي يكتب الناس الكل بهم وعليهم إلا باي زيرو فات. باي الزردي ساعة نبدأ بيك سونيا، وانت مسؤولة في القناة عادي كرونيكور يضرب كرونيكور بالطريقة هذه في القناة، تو ديسكريديت ان كرونيكور، معناتها توصفوا بالقفاف وتوصفوا بالغير صادق. خلي نسمع ساعة شو لا خلينا نسمعك انت وبعد نعطيها من المكيل الوقت. اي صحيح يا ربي قسمة. لا هو غير من غير العادي ان شو راهو باش تبدا اون كيف منتجنا. لا باش تبدا اكيب فريق منسجم يزم تسود الاجواء هكا نتاع ضحكه ومتاع نتفاهموا ومتاع محلينا مع بعضنا ومتاع حتى اذا كان نختلفوا نجموا نتناقشوا من غير ما نسمعوا بعضنا الكلام. اما بكشي باية تفضلك على زيد. زيد حسيت تفضلك انت بعد بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا راف والله لا ما حسيتش تفضلك. بيا اللي عملته مع كامل احتراماتي لها، مرأة كيما تقول في مقام مماتي 59 سنه، هذيك المرأة تنجم تكون مماتي، بينها وبين دوجة ما مش برش. المرأة اللي تعمل فيه الشيء هذا اللي تعمل فيه تطيح الاقدر لها هي مش لي انا. معناتها كي تجي تشو تقول قفاف ولا ميحي مع ريح يا اخي زيد لك القفه قبل، يعني معاك يا رفيق في البلاتو هوني اي راي في السياسه في الكوره نعطي راي وما يهمنيش، تعرفني سونيا ويعرفني امين، عمري كي نتكلم عمري لا نحسب، والعباد تحبني على الفازه هذي. انا من الاخر انا نشبه بيا الزردي يا رفيق كي الفيروس نتاع الكورونا من راس الراس ما يسلم منها حد، كبار وصغار معناتها مش يحبوها، لا هي كبار وصغار معناتها راي يا رفيق تحط روحها من ند الصغار. حتى ساعات يجيونا دي كرونيكوز كيما مرام وكل تبدا معناتها عامله ند للند. انا شو نقول كان ما جاتش قناه الحوار جابها من الكاس ونفض عليها الاخبار راهي قعدت والعباد نساتها، وربي يهدي سونيا الدهماني لسنه ما جاتش معانا خاطر حبينا سونيا وما حبيناش بي للامان والله امين. هنا مش الموضوع قناه الحوار، الموضوع هي اش قالت عليك، معناها ردك انت على هي قناه الحوار. هي قلت لك رفيق معناتها انا طلعت قلت لها هزيت لها القفه قبل، انا عمال نهز القفه لحد وارائي هني هوني في الصباح، اعطيني نهار انت في التلفزه حسيتني يا خويا ما عطيتش رايي بكل صراحه، نتكلم ما توافقنيش نمشي معاك فهمتني. انت اغزر علي معناتها علي اللي خدمه معانا وكل اغزر كي خرجت عملته ونشي برا روحه معناتها اللي تعرف العباد الكل اللي تخدم عادي كي كان عليه موجود وواقف وسونيا تعرف هي تبدا علول وعلول بالعكس قول انت اللي تميح مع الريح وربي يهديك وكا وذاك شنو ربي يهديك. انا اللي قلقني انه الناس نورمالمون باهي تعرف انه هو جود رول صحيح انك تعرف جود رول ولي كرونيكور كل واحد يتحمل كل حاجه. راني مانيش نعيش بالاعلام راهو باهي الزردي راهو فما حاجه مهمه يا ربي يفضل العائله ويفضل لي صحه بد، راني مانيش نعيش بالاعلام. انت مراه في عمرك هذا في الظرف هذا وعبيت فاده وكل تعاد يا ربي تلطف الجو تويزي بالعمر لا نحكي لك حاجه لا مراه سامحني عندها اكسبيريونس لا عندها اكسبيريونس في شيء مش تحكي على عمر لا مراه عندها اكسبيريونس اكثر منها يا سونيا تو انت في البلاتو هوني كي تصير مشكله قول بالخبره نتاعها مش تعاود يا ولدي سامحني انت بالاكسبيريونس افضل كي تقال كلمه في العمر سونيا في العمر هذا بالمنطق اللي قالوا زيد مقبوله كان باش نعاير بعمر لما تحكي العمر لا اما كي يقول في العمر هذاك وتحكي بالطريقه هذيك ماهوش مقبول معناها نجم نقبلها من كرونيكور صغير عمره 20 30 ينقز يحب يوري روحه اما في عمر بيا وخبره نورمالمون تريث الجو
يلا انا اللي قلقني قلت نعرفوا الناس كل انه ان جو درول هو الناس كل تلعب في بيرسوناج معناها في لي زيميسيون ان كرونيكور الناس كل حتى انتم غادي مع مين في جودي تو انك تخرج وتنعت صديقك ما يقولش الحقيقه معناها كذاب وبالقفاف وغيره وكذا ونعيم الجاني كيف ما سلمتش منها معناها معناتها نعيم الجاني ما سلمتش منها ومش اول مره يا رفيق هذا يتعملها تو قدرناها تو شيء فاتح حدوده هكا يلا هي سندريلا الخبر المواليه زميل اخر ليلى زاد عامل جدل اللي هو برهين بسايس عالفي.